عربية مزور مهاجر مغربي مقيم ببلجيكا من عام 1974، أي 42 سنة هو في المجر. كان من التجار الكبار في أوروبا ورجل أعمال ناجح في الاستيراد والتصدير. بزاف ديال المغاربة بلجيكا كيعرفوا القصة ديالو، لأنه كان كيستغل جميع الأنشطة اللي كانت كدير بلوكسل باش يوصل القضية ديالو للمسؤولين. وفعلا داكشي اللي كان عطى الملف ديالو لمجموعة من الوزراء والمسؤولين على الشؤون الجالية، منهم عامر وعبد اللطيف معزوز وأنيس بيرو، وكذلك نبيل بن عبد الله، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين. وعمل أيضا ملتمس للملك، لكن القضية ديالو بقات معلقة بلا ما يدخل حتى شي واحد باش ينصفو. تلاقينا مع العربي مزور وصورنا مع هذا الفيديو كيحكي القصة ديالو باش يوصلها للمسؤولين عبر الروابة مغاربة العالم أميرو 24. تابعوا معنا. رحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوان والأخوات، إني أقدم رسالتي إلى مدير بنك شابي في كازابلانكا، ومن جملتهم السيد وردي، لأن عنده الدوسي ديالي وكيعرفوا بدقة وخذوا بدقة، لأن البنك شابي ديال بروكسيل بوليفار ميدي 62 نصب عليا من سنة 1992 إلى يومنا هذا، والآن غدي ولي الدار ديالي بالتزوير وبالنصب والاحتيال. شكون اللي زور عليا؟ زورت عليا عصابة منهم السيد يوسف الفاسي الفهري، يوسف فاسي الفهري، السيد البهالي أحمد الزريول، وباقي واحد مجموعة أخرى ما حتىش نقول الأسماء ديالها. إنهم خب باغي يديو لي الدار ديالي اللي شريتها بالعرق ديالي وبالجبين ديالي، ودابا أنا اللي كنت خوفان عليه كنت خوفان على الزوجة ديالي، سرتها المغرب باش نبقى في الدار بوحدي، باش إذا جاو يسيزيوها يسيبوني غير أنا. ولهذا كان وصل رسالتي الى السيد المدير العام ديال كازابلانكا. ما كنطلبش منه حتى شي حاجه، ما كنطلبش منه يسمح لي، ما كنطلبش منه يتنازل عليا، وانما كنطلب منه يصرف لجنه قص الحقائق. اللجنه قص الحقائق، اذا ديت البنك الشعبي انا شي فرانك نخلصوا لهم دوبل، ولكن اذا نسبوا عليا وداو لي رزقي خصهم يخلصوه، وخصهم يتنازلوا على الوسيط فورا فورا فورا، حتى لا توقع شي كارثه ولا يحمل عقباها. لان الناس اللي زغروا عليا راه معروفين، منهم دابا واللي كيجي ما كيبغاش يسمع لي. اي مدير اللي كيجي ما كيبغى حتى واحد يسمع لي، كيقول لي غير عندك هنا قد خصك تخلصها، غير عندك قد تخلصها. يا سعاده المدير اسمع لي ونداريك المسائل ديالي، ولا شي واحد كيسمع لي. جا السيد المطاسي قلت هذا اخير الناس، فاذا به عطاني 3 ساعات و20 دقيقه، وانا حكيت له مشاكل من اولها الى اخرها، وقال لي غادي نعمل رابو من بعد يرد عليك خبر. النهار اللي رجعت لعنده باش يرد عليا الخبر ما استقبلنيش وما خلانيش ندخل، وهذه هي الاسباب. والمدير العام كيوصلوا كيقولوا لي انا كنضرب لانني انا متعصب. انا ما عصبني حتى شي واحد، عصبني الا البنك الشعبي اخوتي. انا معروف، انا كنت تاجر من التجار الكبار في المغرب، كنت كنستثمر مع المغرب، كنت كنجيب السلعه من المغرب، وكنت مساهم في الاقتصاد ديال المغرب. ولكن دابا حطموا لي المعنويات ديالي، وحطموا المعنويات حتى الاسره ديالي، الاولاد ديالي كلهم قطعوا الدراسه العليا، منهم ماستر ما دكتوراه الى اخره، هما الاسباب اللي سببوا لي في هذه. ولهذا كنطلب من السيد الوزير، من السيد الرئيس المدير العام ديال البنك الشعبي، يسرد لجنه قص الحقائق حتى لا تحمى، حتى لا تصل شي كارثه لا يحمل عقباها. انا لم اتنازل حق عن حقي، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله.